هذه القصبة اللي في الشاون. هذا الداخل ديال القصبة. حزب الحجرة اللي هو آخر. كتدخلوا لها ب10 دراهم. بغى يدور فيها ويتصور. هذه القصبة كاينة في الشاون، في الشاون. شوفوا النافورة قديمة. هادشي القديم دايرينو في هاد المتحف. هذه صناعة اليدوية باستخدام الزليج. الأدوات اللي كانوا كيخدموا بها زمان. هذا ديال القبص. هذه باستعمال الخشب والقبس. صناعة اليدوية باستخدام الخشب والجبس. هذا الزليج اللي هذا الخشب وهذا القبس. هادو الادوات اللي كانوا كيخدموا بهم النجاره في يعني في القديم. شوفوا المنشار،
هذاك حتى هو منشار الادوات اللي كانوا كيخدموا بهم، كيديروا النقش على الخشب. قالك هاد القصبة كاينة أكثر من 100 سنة. هنا الحديقة ديال القصبة، فيها السور، فكرني هذا السور بمدينة تارودانت. هذه النافورة غير ما طلقينش الماء مسدود. مناظر ما شاء الله زوينة. هنا كاينين الدروج ولكن سادينهم. ها هي القصبة من الفوق، من البرج البرتغالي طلعنا الفوق. ها هو راهي الشاون، شفشاون، هاهي مدينة شفشاون. صراحة رائعة، صراحة الشمال فيه ما يتشاف،
كاينين مناظر، الانسان غير يسول يعني ماشي بالضروره الانسان ياخذ يعني مرشد سياحي ولا انه يمشي مع مع سميتو. بالعكس الناس الله يعمرها دار، الناس ديال الشمال الله يعمرها دار، يعني اللي سولتي عليهم كيوريوك، كيعرفوك برانيه من خلطه كيوريوك، كينعتولك زعما. الصراحه تلاقينا مع الناس الله يعمرها دار، وكرينا عند الناس الله يعمرها دار. الصراحه حتى هنا في الشاول كرينا عند الناس مزيانين الله يعمرها دار، وكيساعدوك كيبقاو متابعينك في التليفون، كيوريوك فين تمشي، يعني ما شاء الله. هذا رواق السيده الحره، هادشي اللي كاتبين عليه. هادو شوفوا اشجار قديمه بزاف، فيها مئات السنين هاد الاشجار وهما كاينين. هاد رواق السيده الحره سدينو، ها هو هنايا الدروج. Продолжение следует...